خلونا الاول نعترف ان مش كلنا بنحب نصحى بدري. الغالبيه العظمى بيبقى قايم من السرير بالعافيه وبيحس انه العالم بيدفعه دفع ان هو يطلع بره السرير، وبنبقى قايمين مودنا مش قوي، مدروخين، مش عارفين نفتح عينينا، حاسين ان احنا مالناش نفس ننجز اي حاجه او نعمل اي حاجه، وماشيين كده زي الروبوت او الزومبي مش عارفين اصلا احنا قايمين من النوم ليه. بس مش لازم نكمل حياتنا كده، انتوا هتتفاجئوا قد ايه حياتكم ممكن تتغير لو قدرتوا تكونوا عادات صحيه ايجابيه وتقوموا مودكم حلو الصبح. الانتاجيه هتزيد جدا والايجابيه هتزيد جدا. الجميل في الموضوع ان العادات اللي انا هشارك معاكم بيها النهارده عادات بسيطه جدا وسهله جدا جدا جدا، واي حد ممكن يعملها ابتداء من النهارده. لو عايزين تكملوا معايا الفيديو وتعرفوا ايه هي العادات البسيطه دي اللي غيرت حياتي انا شخصيا، خليكم معايا لاخر الفيديو. ازيكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بالف خير. انا افرح حمدي، خبيره التجميل الطبيعي والعافيه، والنهارده انا هشارك معاكم بخمس عادات في منتهى البساطه والسهوله اللي ممكن تزود الانتاجيه والايجابيه وتطور لكم حياتكم وتخليكم ناس يعني مختلفين تماما عن الحاله اللي انتوا فيها النهارده للافضل باذن الله. الفيديو ده فعلا مخصص للناس اللي هي بتعاني عشان تصحى بدري، او الناس اللي هي شويه كده وشويه كده. هيساعدكم ان انتوا تعملوا شويه سيستم كده او فريم وورك، حاجه تخليكم تقدروا تعرفوا ايه هي الكيمياء او الاستراكشر او الهندسه اللي ورا الصحيان بدري، واللي لازم ان انتوا فعلا لو انتوا مش عاده فيكم او انتوا حاجه بتحبوها تبنوها وتهندسوها في حياتكم. ان ممكن انتوا تكونوا مش كده فعلا، بس لو سبتوا نفسكم للحياه وللظروف وانتوا بتحبوا ايه وما بتحبوش ايه، للاسف حياتكم ممكن تفضل مكانها او تزداد سوءا كل مدى، واحنا مش عاوزين كده طبعا. اكيد زي ما ذكرت كده في اول الفيديو ان موضوع الصحيان بدري ده من اصعب الاشياء، لان هو طبيعه البشر دايما ان هما بيبقوا بيحبوا الحاجه الممنوعه، والنوم طبيعته المفروض بالليل. ففي ناس كتير بتحب جدا تفضل نايمه كده بالصبح ويبقوا مش عاوزين يفتحوا عينهم وشايفين ان النوم جميل والسرير ساقع والحاجه جميله، فليه الواحد يقوم؟ خلينا ننام كمان 5 دقايق، خلينا ننام كمان 10 دقايق، يفضلوا يدوسوا على المنبه سنوز 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 سنوز، وبعدين يلاقوا نفسهم يا اما راح عليهم نومه يا اما قايمين على الحروكروك وبيتشقلبوا بقى كده، يروحوا داخلين في الهدوم ويروحوا نازلين نور من غير ما يعملوا اي طقوس او اي حاجه تخليهم يبداوا يومهم بشكل ايجابي او في مود كويس. لما كنت في المدرسه كان حاجه، ولما بقيت حره وبقرر انا امتى اقدر اصحى حاجه ثانيه خالص. لما الواحد كان في المدرسه غالبيتنا يعني ربنا يخليلكم امهاتكم وابهاتكم، هم اللي كانوا بيقومونا وبيغصبونا ان احنا نقوم من السرير في عز الشتاء عشان نروح المدرسه، ولو ما كانش الناس دي معانا بتقومنا من النوم احتمال كبير جدا بنسبه 99% ما كانش مننا حد هيروح المدرسه ولا هينجح ولا هيعدي اساسا، لان احنا بطبيعتنا عايزين ننام ونلعب وبس. ولكن لما بنكبر شويه وبنبقى احنا مسؤولين عن نفسنا بيبتدي الموضوع يبقى اصعب شويه، لان احنا الاختيار في ايدينا لوحدنا، فلو احنا مش راقبين على نفسنا ممكن حياتنا اصلا تفضل فاشله. انا بطبيعتي بحب السهر وبحب اذاكر بالليل وبحب اقعد كده اقرا مع نفسي، ولكن العادات دي لاحظت انها مش هتنفعني، مش هينفع. يعني انا مش من الناس اللي اقدر اقول على نفسي ان انا كنت بحب اصحى بدري الفجر ولا اي حاجه خالص، ولكن حاولت ان انا ازرع العادات دي في نفسي عشان اقدر اخلي حياتي فيها انتاجيه وفيها ايجابيه، واقدر ان انا احافظ على العاده دي عشان اقدر ان انا حياتي تمشي. يلا بينا نتكلم عن ايه هما الخمس عادات دول. اول عاده هندستها وظبطتها في حياتي ان انا اصحى في نفس الميعاد كل يوم وانام في نفس الميعاد او في رينج معين كل يوم. حتى لو انا اوف، حتى لو انا ما وراياش حاجه، لازم اصحى في نفس الميعاد. لو نمت شويه زياده هيبقى بالكتير ساعه واحده بس، مش اكتر من كده. الموضوع ده طبعا خلى الساعه البيولوجيه بتاعه جسمي تتظبط على ميعاد نوم معين، وفي نفس الوقت ميعاد صحيان معين. حتى لو انا ما ظبطتش المنبه بصحى لوحدي في نفس التوقيت اللي انا المفروض اصحى فيه. الموضوع ده طبعا بيسهل الصحيان جدا، بيسهل ان احنا نبعد عن موضوع السنوز وان احنا نقعد ندوس على المنبه اكتر من مره. فنصيحتي ان احنا دايما نصحى في نفس الميعاد وننام في نفس الميعاد، او الرينج خصوصا بالنسبه للنوم ممكن يبقى رينج، يعني مثلا ممكن انام من الساعه 10 ونص، بس ما احاولش ان انا اعدي 11. لو عديت 11 هخش بقى على 12 واحده و2، والدايره نفسها او السايكل بتاعت النوم هفقدها، واضطر ان انا استنى السايكل او الدوره اللي بعدها، وكده نومي هيبوظ طبعا، مش هعرف اصحى في ميعادي. العاده رقم 2، وان انا بمجرد ما اصحى من النوم لازم ان انا اغير المود بتاع النوم. حاجات اساسيه جدا، الواحد لازم يغسل سنانه، ياخد شاور، يتوضا، يصلي، دي حاجات اساسيه. بعد كده ببتدي ان انا اعمل حاجات زي طقوس معينه بتخليني افوق واصحى، واللي هشارك بيها في النقطه بتاعه الروتين بتاعي هشرحها بالتفاصيل. ما تفضلوش قاعدين بنفس الهدوم اللي انتوا كنتوا نايمين بيها، لان الهدوم اللي بتبقوا نايمين بيها بتبقى مخلياكم في المود بتاع النوم والكسل. وانتوا قاعدين في البيت غيروا هدومكم والبسوا حاجه تحسسكم شويه بالنشاط بالتغيير، ولو انتوا نازلين طبعا اكيد اساسي هتغيروا هدومكم كده. العاده رقم 3، ان انا لازم اتحرك اعمل اي حاجه. طبعا كل واحد على حسب بقى يعني رغباته بيحب ايه. في ناس ممكن تعمل رياضه، ممكن تعمل مثلا شويه تمرينات خفيفه، في ناس ممكن تعمل تمارين تنفس، في ناس ممكن تعمل تمارين تمديد. انا مثلا لو انا حاسه ان انا مكسله خالص ويعني ما عنديش مزاج ان انا اعمل اي حاجه خالص خالص خالص، بكتفي بس بتمارين التنفس اللي هي بتديني كذا فايده في نفس الوقت. اول حاجه بتخليني ان انا اركز، بتخليني ان انا اهدي مخي، وبتديني تاثير زي تاثير التامل بالظبط في دقائق. ساعات بعمل لمده دقيقه دقيقتين 3 على حسب انا عندي وقت قد ايه، وبتحسسني بالهدوء، وبتدي مخي كميه كبيره جدا من الاكسجين والتركيز، وبتحسسني بهدوء اعصاب جدا. وبعمل شويه مثلا تمرينات خفيفه كده، ممكن لو ما عنديش وقت اعمل رياضه خالص ممكن اعمل مثلا تمرينات كده زي تمارين البطن، اعمل مثلا شويه بوش ابس، اعمل شويه سكوات، بس احرك جسمي بس واجري الدم في جسمي. زائد ان انا في خلال اليوم لازم افضل اتحرك كل شويه. طبعا الحركه بتخلي الواحد يفوق، بيخلي الدم يجري في الجسم كله، يوصل للمخ، بيحسسنا ان احنا فوقنا، بيخلينا مش ممكن نفكر نروح ننام تاني بعد ما نكون فوقنا. ما ينفعش نقوم نروح قاعدين كده في مكاننا نقعد بقى نلعب في الموبايل، نتفرج على حاجه، ننام تاني على الصوفه، هنحس ان احنا عاوزين ننام تاني اكيد. العاده رقم 4، ان انا كونت عادات افضل ليها علاقه بالنوم، بمعنى ان انا زي ما قلت لما اقوم من النوم لازم اغير المود بتاع النوم، وقبل ما انام لازم بساعه على الاقل استعد للنوم، بمعنى ان انا ابعد عن اي حاجه ممكن تعمل لي ضغط نفسي، زي مثلا ان انا اتفرج على حاجات على السوشيال ميديا، او ان انا اتفرج على حاجه فيها عنف، او ان انا اتكلم في حاجه ممكن تنرفزني، او ان انا مثلا اعرض نفسي لاي حاجه انا عارفه ان هي بتنرفزني او بتعصبني. احلى حاجه بحب اعملها قبل ما انام ان انا اقرا، او ان انا اسمع موسيقى واقرا، اي حاجه هتخليني في المود وتخلي اعصابي تهدى، تكون حاجه كويسه جدا ممكن ان انتوا تعملوها قبل النوم عشان تبتدوا ان انتوا تحضروا نفسكم للنوم. ايا كان الحاجه اللي بتخليكم تهدوا اعصابكم اعملوها عشان تحضروا نفسكم للنوم. الحاجه ال5 بقى، وهي ان انتوا تعملوا لنفسكم روتين، وهي دي الحاجه اللي انا حابه اتكلم معاكم بالتفصيل. ان انا عملت روتين كامل ليومي من اول ما بصحى من النوم لحد ما بنام. الروتين ده هو اللي بيخليني ابقى مودي كويس الصبح، وازود الانتاجيه بتاعتي، وابدا يومي كويس، وفي نفس الوقت احضر نفسي لنوم كويس، وانام كويس، واصحى نشيطه، والدايره تلف، وهكذا. طبعا الصبح بيبقى فيه روتين ثابت طبعا، والحاجات الاساسيه يعني زي ان احنا نغسل سناننا، ناخد شاور، نصلي، دي حاجات اساسيه. الروتين بقى بتاعي ان انا اول حاجه بعملها، ودي حاجه انا اتكلمت عنها قبل كده مفيده جدا للجسم، ان انا بشرب ميه زي كوبايتين ميه كده كبار عليهم ليمون عشان اخد فيتامين سي، وكمان بيدي للجسم كده زي فرصه ان هو يعني يطرد السموم ويعمل زي ريستارت كده للجسم، ان هو يعني يبدا بطريقه كويسه وبطريقه صحيه. لو مثلا عاوزين تشربوا ميه ساقعه اوكي، لو عايزين تشربوا ميه دافيه اوكي، اللي تحبوه. انا عن نفسي بشرب ميه دافيه في الشتاء وميه ساقعه في الصيف، لان مش ما بستحملش ان اشرب ميه سخنه على الصبح في عز الحر، والاثنين الحمد لله بيفيدوا الجسم، الاثنين كويسين، فانتوا اشربوا اللي انتوا عاوزينه، المهم ان انتوا تستمروا عليه وتبقى عاده ثابته في حياتكم. بعد ما بشرب الميه بيكون تاني حاجه اشربها على طول شاي اخضر، او اي حاجه ما تكونش قهوه، يعني ما بشربش قهوه الصبح دلوقتي على الريق زي ما كنت بعمل زمان. والموضوع ده فرق معايا، انه القهوه جميله وكل حاجه، فانا بشيلها لوقت عوزه، بشيلها لوقت تاني لو انا محتاجه اشرب قهوه في اليوم ده، مش هشربها اول حاجه الصبح لاسباب كتيره جدا مش هدخل فيها في الفيديو ده، بس الشاي الاخضر هو اللي انصح بيه الصبح، او حاجه تكون عشبيه فيها مضادات للاكسده كتير زي الماتشا مثلا، كركم، اي حاجه كويسه ممكن تشربوها الصبح كمشروب سخن الصبح. تالت حاجه بعمل تمرينات التنفس. تمرينات التنفس زي ما قلت بتديني هدوء، بتديني تركيز، بتخليني كده احس بالايجابيه، بتخليني اظبط عاده التنفس، بتخليني ابقى عندي الادراك والوعي يبقى اعلى، بيخلي الحضور عندي اعلى، بيديني شعور بالثقه بالنفس، كله حاجات ايجابيه يعني. فانصح جدا اي حد عايز يبدا يومه باسلوب ايجابي يعملوا تمرينات تنفس، ومش بتحتاج اي مكان واسع. وانتوا قاعدين في مكانكم كده بتغمضوا عينيكم وبتاخدوا شهيق عن طريق الانف، وتكتموا النفس لمده 7 ثواني. يعني مثلا تاخدوا النفس، ممكن مثلا في الاول هتلاقوا نفسكم اخر النفس بيقف مثلا عند 6 عند 7، لانه هيبقوا الاول صدركم هيبقى مقبوض شويه، وبعد كده مع تكرار التنفس هتلاقي ان انتوا النفس وانتوا بتاخدوه بيطول اكتر، ممكن يوصل ل 10 ممكن يوصل ل 20. اكتموا النفس 7 ثواني وبعدين طلعوه في 10 ثواني او اكتر عن طريق الفم. العاده الرابعه هي ان انا اقرا ولو صفحتين على السريع كده. لما بقرا الصبح بتنشط عندي موضوع الخيال، وبتنشط عندي موضوع التركيز، وبحس ان انا يعني ولو استفدت بمعلومه صغيره. القراءه حلوه جدا الصبح، بتخليكوا كده تنشطوا مخكوا وتعملوا حاجه مفيده الصبح. بسمع موسيقى، انا من الناس اللي الموسيقى بتديني مشاعر ايجابيه، كنتوا تسمعوا الحاجه اللي انتوا عاوزينها. المهم ان انتوا لو بتحبوا تسمعوا حاجه اسمعوا الصبح، هتديكوا نوع من انواع كده الطاقه والتنشيط كده للمخ والحاجات دي. زي ما ذكرت الحركه مهمه جدا لتنشيط الدم والدوره الدمويه والدوره الليمفاويه والجهاز الليمفاوي والحاجات دي كلها، وبتخليكم كده تحسوا بالفوقان على مدار اليوم. خلوا الحركه جزء من يومكم. فانا بعمل ايه بقى؟ كل نص ساعه بالكتير احاول كده اتحرك، اقوم اعمل اي حاجه، اي حاجه، اي نشاط حتى لو صغير. وبتعمد ان انا لو في حاجه مثلا انا هحتاجها ما اخليهاش جنبي من الاول، اتعمد انها تبقى بعيد عشان اقوم واتحرك واتحرك كل شويه. الحركه مهمه جدا جدا جدا، بتخليكم ان انتوا تفضلوا نشيطين على مدار اليوم، وحسيتكم كده ان انتوا ناس يعني مش محبطين. الحركه مهمه جدا 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 للمخ، حاولوا تتحركوا على مدار اليوم. من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا عشان انتاجيتكم تزيد خلال اليوم كده، وتحسوا انتوا كل يوم بتنجزوا حاجات، ان انتوا تكتبوا الحاجات اللي عايزين تنجزوها بكره باذن الله قبلها بيوم، يعني قبلها بالليل تكتبوا، ممكن يبقى حاجه 2 3، بس حددوا حاجات مهمه قوي. ما تخلوش الليسته طويله قوي، ولا تخلوها حاجات يعني قليله قوي اقل من قدراتكم. وخلال اليوم كل ما تنجزوا حاجه علموا عليها ان هي ضن. الموضوع ده بيديكوا كده احساس جميل جدا وثقه في النفس كده، واحساس ايجابي ان انتوا فعلا ناس كده ناجحين كده بتتقدموا للامام. عاده كويسه جدا انصح اي حد يبداها من النهارده. حاجه كمان بعملها مش كل يوم، ان انا بمسك حاجه اسمها جورنال، او يعني حاجه بكتب فيها مذكراتي او ايا كان يعني، وبكتب زي مراجعه لليوم، عملت ايه النهارده، ايه الحاجات اللي هي انا فخوره ان انا عملتها، وايه الحاجات اللي ما كانتش كويسه قوي وكان ممكن اعملها بشكل افضل، ايه الحاجات اللي انا عاوزه مثلا اعملها في المستقبل. في ناس بتسميها ان هم بيكتبوا مذكراتهم، وانا بالنسبه لي بخليها زي مراجعه. وساعات مثلا لو في حاجه مهمه حصلت بحاول ان اسجلها، بحيث ان انا لما اجي ابص تاني على الحاجات دي افتكر الحاجات دي، وبتبقى حاجات كويسه يعني، ساعات بيبقى فيها حاجات مفيده جدا. الحاجه الاخيره اللي انصح بيها بجد اي حد، لو انتوا كان عندكم اي هوايه بتحبوا تعملوها وانتوا صغيرين، زي الرسم، العزف، الخياطه، الكتابه، الغنى، اي هوايه ايا كانت، حتى لو انتم ما كنتوش محترفين وما زلتوا مش محترفين فيها اعملوها، لانه في وظائف معينه في المخ بتشتغل لما بتعملوا الهوايات دي، بتفرز هرمونات وبترجع حاجات معينه، كيمياء معينه في المخ، بتخلي المخ يرجع شباب تاني. على فكره شباب الانسان بيبدا من المخ، المخ لما بيعجز الجسم بيعجز، فالشباب لو رجع للمخ هيرجع للجسم بشكل اوتوماتيكي. وده اللي بيفسر ليه ساعات في ناس لما بيتحطوا في ظروف معينه، سواء مثلا ارتبطوا بناس معينه، دخلوا شغلانه معينه، راحوا بلد معينه، حصلت لهم حاجه معينه، ممكن فجاه شكلهم يتحول للافضل او للأسوأ، وده بيكون نتيجه ان المخ نفسه الكيمياء بتاعته اتغيرت. وده الموضوع اللي ان شاء الله انا ناويه اتكلم فيه اكتر باستفاضه في المستقبل، عشان تقدروا تفهموا اكتر ليه انا غيرت عادات كتيره جدا في حياتي كنت ماشيه عليها، وغيرتها بعدين لما اكتشفت قد ايه ان كل حاجه بتبدا من كميه المخ. وفي النهايه عايزه اقول لكم انه العادات الصحيه او اي حاجه بنحاول نكونها مش هتتكون في يوم وليله، ومش لازم ابدا نسمي نفسنا ان احنا ناس بتوع صبح، ناس بتوع الليل، انا باتمان، انا باتومن، لانه ساعات حياتكم بتبقى متطلب منكم ان انتوا تغيروا عادات معينه عشان تقدروا تعيشوا وتقدروا ان انتوا تنجزوا وتقدروا ان انتوا تتقدموا الى الامام. فلازم ان انتوا تهندسوا الحاجات دي في حياتكم، لانها مش هتتهندس لوحدها، لازم انتوا تخططوا لها وتظبطوها وتستمروا وتعملوا حاجات انتوا بتحبوها عشان تقدروا ان انتوا تعملوا الحاجه دي باستمراريه. اتمنى يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه صغيره قد كده. وطبعا لو انتوا عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر عن تطوير الذات وحاجات تانية كتيره جدا، دوسوا على حرف الاي واختاروا الفيديوهات اللي تعجبكم. ولو عايزين تعرفوا اخبار الفيديوهات اول باول تابعوني على السوشيال ميديا افراح حمدي. ولو عايزين تشوفوا فيديوهاتي في المستقبل اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يجيلكم اشعار اول ما انزل اي فيديو. وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.